بكبسة زر اختر طعامك من أي مطعم تريد وفي أقصر وقت ممكن سيكون أمامك. خدمة توصيل الطعام بدأت تشق طريقها في الجزائر. اخترنا أحد شركات التوصيل للتعرف أكثر على هذه الخدمة. عندنا 4 سنين أنا في الجزائر، في 3 ولايات اللي هما الجزائر وهران وبليدة. سا ديبون وين تكون انتيا، حتلقاي اون اوبسيون دو لوكاليزاسيون، تلقاي بليزيوغ زون باغ اكزومبل في ألجي، لا زون اللي تكوني فيها يخرجوا لك لي ريستورون تاع لا زون تاعك، وعندهم توقيت تاع لا ليفغيزون اللي يقدر يكون ما بين 30 حتى 60 دقيقة. تخيري لو ريستورون اللي حبيتيه، تكوموندي لو بلا اللي موالفة تاكليه عندو، أو ميم بخي، سيرتو أو ميم بخي كو ريستورون، حاجة ما تبدل. لا ميسيون تاعنا سي نلحقوا لك هاد لو بلا حتى لدارك أون بارفيت إيطا. بعد تحديد ما تريد طلبك يصل هنا عبر أرضية إلكترونية. يسهر الفريق على توصيل الطلب إلى المطعم المختار. La commande arrive. On a deux types de restaurants. Les restaurants automatisés, اللي لحق لهم la commande automatiquement, يشوفوها في l'application تاعهم. Il accepte, يخدموها. Entre-temps, il lحق le livreur, il déha le client. C'est simple. Sinon, il y a les restaurants avec lesquels on travaille en fait par téléphone. On lâche la commande à le client, on l'appelle, on fait passer la commande. S'il y a modification, on rappelle le client pour changer ce qui manque et on fait passer la commande depuis normalement du monde. بعد التأكد من العنوان وكافة التفاصيل الضرورية يبدأ السباق مع الزمن ضمن حلقة متكاملة تبدأ من مقر الشركة وتنتهي عند الزبون مرورا بالمطعم. Mais c'est automatisé déjà à la base. On confirme la commande, on l'accepte et ça s'imprime tout seul. Comme cela, par exemple, ça sort tout seul, la commande sort, on la donne au préparateur, il la prépare en 5 minutes. حلقة الوصل بين المطعم والزبون هي الموزع. على دراجته النارية يسارع حسن لتسليم الطعام في أقصر وقت ممكن. C'est transparent l'application, عندك كامل لي مونطون، c'est-à-dire le détail تاع لي برودوي كو زافي كوموندي، لي فري دو ليفريزون لا كاين. دونك اون فوا لحقوا عند لو كليون بلوس دو سا عنده لافونتاج سي كيخير الا ما عندوش لا موني ولا يخير يسيزي المونطون لي عنده باش هكذا ليفغور يدير حسابو تاني. نتعاملوا مع لي كليون لو بلو نورمالمون بوسيبل، c'est-à-dire on doit l'appeler ما نعيطولوش بزاف pour ne pas le déranger. C'est-à-dire une fois qu'on a l'achat le lieu, n'aitolo pour confirmer juste l'adresse tao, on lui remet la commande tao. Oh, c'est bon. رحلة تنتهي عند الزبون، طعام جاهز دون تنقل. في الجزائر يخصو بزاف هاد لافايس تاع ليفريزون، سي بيان دافوار اون انتربريز كي يديروا هاد لافايس تاع ليفريو لي تروك لي زالجيريان لي كيما يقدروش يروحوا زعما يفطروا في النهار ولا ما عندهمش الوقت ولا سي بيان دافوار اون يوتيل كوم سا، يوتيل كوم سا. خدمة توصيل الطعام التي تتيحها المواقع والتطبيقات الذكية باتت تساهم في تخفيف الضغط واختصار الزمان والمكان، والهدف إرضاء الزبون.